عندما اراد الله بذاته ان ينقذ الانسان من الموت الابدي اللي هو الموت في الخطيه الى الابد فعل الرحمه مع العدل في نفس الوقت مات هو لكي يحقق العدل الالهي وايضا لكي يحقق الرحمه الانسانيه الرحمه الالهيه العدل والرحمه صفة من صفات الله الحقيقة في كثير من الناس غيب عنهم أن الله عندما يفعل أو يعمل عملا هو يعمله بأحد الصفتين حقيقة لا لأن صفات الله غير محدودة وصفات الله كاملة أي عمل يكون به الله لازم يكون فيه العدل والرحمة معا في نفس الوقت فعندما الله يجازي إنسانا هو يجازيه بالعدل المقرون بالرحمة إزاي يا رب عندنا مثال واضح قوي وأمثلة كتيرة جدا في حياتنا سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد وهناخد مثال على سبيل المثال يعني واحد من أشر الناس اللي موجودين في العهد القديم في العهد القديم كمان مش العهد الجديد في العهد القديم وهو أخاب الملك أخاب الملك عاش طول حياته شرير فكان عدل الله أن يقول لأشعية أن أسف أن يقول لإليا يا إليا روح قول له انت هتموت زي ما قتلت نابوت اليزرائيل. عمل ايه؟ امم عمل ايه عمل ايه آه آه اخاب ولا حاجه قطع الهدوم بتاعته ونزل في الارض وتاب يوم واحد مم. يوم واحد فربنا قال الى قال شفت كيف اتضع أخاب امامي مم. انا مش ه... مش هقسم المملكه في عهده انا هقسمها في عهد ابنه يا رب في ايه هو ده الرحمه مم. العدل والرحمه صحيح انا مستني لك على اي حاجه هرحمك على طول لكن العدل هيتم هيتم لكن للاسف في عندنا ناس فاكره ان الله رحيم فقط دون عدل وبالتالي اعمل كل حاجه كل حاجه اعملها بس كده كده ربنا عارف ضعفاتي فيرحمني